سؤال وتعليق. الصديقة مديحة الساعدي تقول: عمتي تداينة 300 دينار حتى تشتري قايش مال مبردة، فشنو رأيك؟ حبيب أخاف تريد تشتري قاووش مو قايش. الصديق محمد هادي من كربلاء حي العامل يقول: افترض يا أخ محمد وانت دا تسوق دراجة هوائية وبشارع ضيق، وفجأة صادفتك حفرة كبيرة عالجهة اليمنى من الشارع وعالجهة اليسرى شفت أمل، بهالحالة شو تسوي؟ واضح حبيب، أضحي بالبايسكل وادعم أمل. خبري يموت من الضحك. عزيزي المشاهد، كافعك. ما كاد الرسام اليوناني الشهير زيوكس ينتهي من رسم إحدى لوحاته حتى أعجب بها إعجابا شديدا، ولشدة إعجابه بتلك اللوحة فقد أخذ يضحك ويضحك ويضحك، واستغرق في ضحكة طويلة دامت 6 ساعات، سقط على أثرها وقال باي باي. الله يا خطيه قال باي باي. تقول لي وين ابره؟ هي خم ابره، هي معامله من الاول. على كيفك بالسجاد. استغفر الله، لا وين صارت المعامله؟ لا حول. على كيفك عزيزي المشاهد، المشهد اللي راح تشوفه بعد شويه مساهمه من الصديق موسى جاس ابراهيم من محافظه البصره. حبيبي بعدين اجي ادور وياك. اهلا بك. صباح الخير استاذ. اهلا. هذه المعامله يمك؟ اي امي. اريد شهادة تلقيح، وينها؟ العفو استاذ اذا تسمح لي. تفضل. هذه استاذ. يا مو هاي ها؟ البطاقه البيضاء اخي، البطاقه البيضاء. زين استاذ، وهاي المعامله؟ انت مو تريد تطلع إيه؟ بطاقه احوال مدنيه لابنك؟ بلي. تجيب لي الاوراق الثبوتيه. نعم. وتجيب لي بيان الولاده مالته، وتجيب لي صوره لك وصورتي للطفل. أيوة. وتجي باكر. استاذ انا جايب كل الاوراق ما عدا البطاقه البيضاء. تجي باكر. حقك، بس شلون اقدر اجي باكر؟ شلون اقدر اخذ اجازه واجي؟ اخي قلت شي؟ العفو استاذ، باكر جاي. هلا بك. صباح الخير استاذ. اهلا وسهلا. هذه البطاقة البيضاء وهذه المعاملة. هاي تمام. هاي البطاقة صح. الاسم محمد عطل، عمر يومين، الجنس ذكر. مبروك. الحمد لله. الاجازة اليوم ما راحت بلاش. اخويا تاخذ هاي الاستمارة. ايه. تمليها ها؟ وهاي معاملتك وتجيني فد يومين. بعد يومين؟ ليش بعد يومين؟ اخي هوية الاحوال المدنية ما عندنا، نفلت. ايه. فتجينا بعد يومين 3 ايام ونملي لك. يومين 3 ليش؟ اخي نافذة، فتجينا هي الهويات بعد يومين 3. بعد يومين؟ اي بعد يومين. ليش؟ تسمح لي اسألك في السؤال؟ تفضل. يعني ايش كان صار لو مطيني هذه الاستمارة وقال لي جيب هوية البطاقة البيضة بعد 3 ايام؟ كان لا اخذت اجازة ولا عطلت اخرين. واذا تعرفون الهويات وشنو الروعة؟ اسمح 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 اسمح. معقولة؟ شنو هالجمال هذا؟ شنو هالرقة هاي؟ ادري شنو شو اسمع شنو الرقة وجدت. اسمع انت، اسمع 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 اسمع، لا اسمع روائع، اسمع اسمع. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. يعني صدق لا حتخبر يا اخوي انت جد. اسمع شنو الصوت اللي تسمعه. اسمع حقك ما تعرف. اسمع اسمع. الله. ادري شو اسمع. هو الشريط اللي بالمسجل فارق. ادري بيه فارق، عندي اسمع موسيقى هادئة. ايش بيك؟ اشو صافر؟ زهير؟ اها. ايش بيك؟ اشو صافر؟ لا ماكو شيء، بس اكو شغله كلش مهمه وجت ببالي. اه لازم تذكرت المعامله القديمه المنسيه. لا 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 يا معامله، لا لا مو معامله. اه لازم تريد تخلص اليوم المعاملات وتطلع. لا 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 مو هاي. خبرتني؟ ما تقول ايش بيك؟ ها؟
أرد أسوي شاي. والله صايرة دائرة صايرة دائرة، أكو واحد يسوي بالدائرة شاي ويشرب قبل الأكل. معقولة. خلاص عادل انصت. أهلا مستر. حلو معاملة ياسين وين صار؟ حلو شنو معاملة شاي شي لازم لطيف. حلو حضرتك تشرب شاي والاخ ده ياكل، مو عيب عليكم تسوون هيك شغلات بالدائرة وما تسوون علي. دريل حبيبي هاي شبيك صاير عصبي؟ تقول لي شبيك سندس تراها مو حالة، صارنا شهر احنا مخطوبين بس مرة واحدة اشوفك بيها ترى الله ما يقبل. زين حبيب اخوة تعال البيت نتفضل. ما اقدر يا عيني، استعي من ليش بعدين سندس فدو اروح لك، احنا مو على وشك زواج، خلنا نتفاهم على الاثاث على غرفة الطعام غرفة المطبخ يا عيني ما يصير الشكل. دريل حبيبي مو انت تدري ابويا ما يقبل نطلع سوا. بس هاي مو حالة يا سندس والله مو حالة. زين لعد براحتك حبيبي يعني وين تشوفني بكيفك؟ ها؟ وين تشوفني؟ بكازين حبنا غير يا قلبي. الله زين أنا راح أجي بس بشرط. شنو هو؟ أمري عمري أمري. أجيب أخويا الصغير وياي. ما يخالف مو مشكلة أقبل ما يخالف حبيبي، حتى نسولف نحشي على موضوع الأثاث ولا إن شاء الله. عيني باكر بالخمسة العصر اتفقنا؟ اتفقنا حياتي. مع السلامة قلبي. مع السلامة قلبي. مع السلامة عيوني. هلا ودري. هلا وسندس. جيب أخوه الصغير. علينا باكر أجيب أختي الصغيرة واثنينهم أطفال يلعبون يلتهون وإحنا نسولف على كيفنا على موضوع الأثاث على موضوع المطبخ. هلا وسندس. هاش بيش بس تنفخين شبيش؟ لوجت اني قاعد شوكت راح يجي هذا اللي تقول هسيجي 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 يا عمري لابوجينا هسيجي وتلعبين وياه ساعة كل هالكلمة بس يجي هسيجي هسيجي وطقت روح اني القاعدة. ادري يا عمري هسيجي وتلعبين وياه شبيك؟ ايش وقت راح يجي؟ لو باقي بالبيت كان احسن لي. هسه راح يجي يا حبيبي هاش بيجتي يا عيني؟ زين راح نشوف اذا يلوق لي اللعب لو لا. لا حباب مثلك هو هسيجي يا قلبي. زين. هلا دري. هلا سندوستي حبيبتي. هلا عمري. هلا خطيبتي العزيزة. هلا. هلا شلونك؟ ميسون اختي. هلا ميسي شلونك؟ هلا. ما يخالف العفو وين اخوك الصغير؟ برا يستحي يدخل. صيحي حتى يلعبون سوا الاطفال. صيحي قلبي. سمسم سوسو شو بده يجي؟ سمسم انت طبعا ما شايفه هذا الاخويا. اخوك ما شايفه؟ اي اي سمسم. معقوله يعني يصير حقي مره واحده جيت عندكم حقي؟ اي انت عرفة لابويا. اي هم حقك تصيحي يعني حتى يلعبون سوا الصغار. شو مدى يجي راح اروح اعرف. تصيحي قلبي يلا روحي يعني. حبيبتي سونا الحبابه هسه راح يجي وتلعبين وياه وانت حبابه وحقله بس تلعبون سوا مثل عيني. تزوجين حبيبتي. لا لا دري شبيش شكو سندس هذا منو؟ دريت هذا اخويا سمسم. لا هواية راح العب لا هواية. شلونك يا مدلل؟ انا وحبيبي اثنين يحفظنا الله بالحب طلعنك مال فشلة الفشلة. انا وحبيبي اثنين يحفظنا الله بالحب طلعنك مال فشلة الفشلة. انا وحبيبي اثنين انا وحبيبي اثنين انا وحبيبي اثنين يحفظهم الله يا وحبيبي اثنين يحفظهم الله. جينا وشفتنا بشوق ما حد نصحنا الغفلاوي خذنا وياك تليها طحنا. جينا وشفتنا بشوق ما حد نصحنا الغفلاوي خذنا وياك تليها طحنا. انا وحبيبي اثنين انا وحبيبي اثنين انا وحبيبي اثنين يحفظنا الله يا وحبيب اثنين يحفظهم الله. هم خلان يلتمشى منكم وحق يضوجون قطع وحبلكم
بعود انتو هم خلان يلتم شم الارجو مو حق اليغوجون قطعة وحبلكم. انا وحبيبي اثنين انا وحبيبي اثنين انا وحبيبي اثنين يحفظنا الله انا وحبيبها اثنين يحفظهم الله. ويعمل تحشين علينا نايم محمد علي البرنامج بدأ والناس تتفرج علينا حيل هاي ايش قد اكو ناس ببيتنا حيل. اه محمد ترى انت صدق فخنتها يوم البرنامج بدأ تقوم ساعدنا انا مريضة. اي صدق والله انت مريضة وحس كذا من طبك. اي والله صدق سودة علي امن عيني. عزيزي المشاهد لا تقول لا تقولين انا بدي اجتاشه. العفو عزيزي المشاهد اكو خلل بالملابس لحظه واحده وابدل. دكتور من البارحه واليوم كل شيء ما بدي اكل غير الشوربه والحليب. لا ان شاء الله ان شاء الله. الله بالخير. الله بالخير دكتور. ايش عندك دكتور؟ العفو عن البارحه باللي نمت كل شيء ما بي اشوف صوره قمت اشوف هذا حكي منه ما اعرف شنو السبب ما اعرف اشوف شويه والله. كافي كافي كافي. تقول من الاول انت لو عندك عجز بالكلى لو الكلى مالتك مخربطه وبدها تورم ولذلك تاثر على فكك. اسمح لي يا سعد اسمح لي يا اخي انت الدكتور. العفو دكتور شنو السبب؟ مرض يا معود وانا اعرف هالحالات. لو عندك رمول لو حصو بالكلى ولذلك الاضطراب النفسي دا يأثر على فكك. سعدي خاطر الله دكتور الحقيقة يا حقيقة دكتور يا حقيقة معاني كل هاي الحالات مجربها بدي تعال يمي انت لو اشرح لي قال دكتور أشعة ملونة ناخذ له ونحلل دمه شو تقول دكتور؟ اخويا خد عاشي انت الطبيب لو اني شنو هذا دكتور؟ اقول القفص الصدري مو له علاقة. قولي لي شعري خاطر عظم دكتور تعمل على نفسه عنده شهادة وحكيم. اخويا انت ايش مدري في هذا الحكي؟ منين تعرفه؟ ثم لو ايش تحكي؟ دكتور انت ما سامع ابو المثل اللي يقول اسال مجرب. احيان ما ركز يعني وارجوك تعذرني في بعض الاحيان خليني املك. لا ولا يهمك ولا يهمك. اني اساسا ناوي اذبه للدواء. ها لازم خلصانه تريد تذبه؟ لا وعيونك استوني ماخذه من صيدلة المستشفى يعني تقدر تقول تازه. لا اذا تازه ليش تريد ذبه لعد؟ احكي لك انا بين يوم ويوم اجي المستشفى يعطوني دواء اللي يعجبني ابقي اللي ما يعجبني قبر حديقه المستشفى اذبه. زين يعني ليش هذا العمل ليش؟ تقدر تقول عاده قديمه. بس انا وعيونك بس ابغى وعد دواء اعرف هذا يفيدني لو لا. يعني من شكوله؟ نايم من شكوله؟ فدول هال العفو اروح يعني هم قالوا لي روح بس هم قالوا لي بس هم يعني ما دلوني من الواقع. اقول ايش عندك انت جاي المستشفى؟ ها مو انا اريد احلل. تحلل؟ ايه يا معود ها روح حلل ترى وجهك كلش اصفر.
وجهي اصفر. انا هم دا احس بنفسي وجهي اصفر. شلون تحس؟ شلون تحس وجهك اصفر؟ قمت اشوف كل الالوان اصفر، هسه انا دا اشوفك اصفر. روح حلل. انا محلل معود. تروح حلل انت بالعجل. احلل. روح حلل. اصفر. صدوق كذب. انا قلق يا معود. انا نفسيا اصفر. صدوق خطيه. أصفر. هذا أصفر. هذا خطيه. انا قلق. وين المختبر؟ هسه هم ذا هسه جيت هنا. لا قمت تيه. انا لا اعرف نفسي مريض. انا اصفر. انا قمت اشوف كل شيء اصفر. يا رب يطلع بي شيء حتى اخذ دواء. يا رب يطلع. ها بشر دكتور ان شاء الله طلع بي شيء. شو اسمك؟ انا اسمي شو اسمي؟ اسمي محمد الاصفر. شوف انا قلق مريض. سلامات سلامات. التحليل يقول كل شيء ما بي. ما معقوله. ما ممكن. شوف شو ما فيه يعني. لوش على مود. ايش بيك انت؟ شنو هاي ايش بي؟ انا خبصت نفسي ودزوني قالوا لي حلل وجيت حللت وانت تقول لي كل شيء ما بيك. مو زين يعني؟ لا مو زين. مو صاي. مو حاله. انا مريض. انا قلق. انا نفسيا قمت اشوف كل شيء اصفر. هسه هاي الصدريه مالتك البيضه دا اشوفها صفره. انا نفسيا اصفر وقلق. على كيفك على كيفك. احنا نفهم المرض احسن منك. التحليل يقول كل شيء ما بيك وصحتك كل زينه. زين مو هم قالوا لي التحلل يطلع بيك مرض وهم قالوا لي اصفراني. ما بيك شيء ما بيك شيء. ثم بعدين يعني مو كل واحد يحلل هو مريض. التحليل تعرف شنو؟ شنو؟ التحليل يعني تشيك. زين. اي والله. تفضل. الف هلا قلبي. بالعافيه عيوني. هلا هلا ورده. قاتل الحشرات مدمر جميع انواع الحشرات بضمنها البعوض والبق والذبان. قاتل الحشرات يا ولد. انا كنت واحد بس واحد قلبي يعني. مو خرده ما عندي. انا ما عندي خرده ولا. والمبيد عزيز عليه بس راح اعطيك خمسه بس لا تقول لحد اعطاني خمسه. اشكرك عيوني. هاك عيوني هاك. بالمعارفك هذه. تسلم عيني. هلا قلبي. قاتل الحشرات مبيد الحشرات مدمر مهلك الحشرات. حبيبي الله يساعدك. هلا حبيبي. ما حبيبي هذا شنو؟ اني قاتل الحشرات. صدق؟ يعني هذا مفعول اكيد؟ مفعولا 100% وصناعه اخوك بتواضع. بتعطيني واحد فدوى بس واحد؟ اي خدمتك اخوي. هاك عيوني. هل هاللزمه؟ شكرا. بيش واحد على حبيب؟ دينار واحد. دينار واحد. خلي على حسابي دار. لا دخليها فدوى. شكرا جميل. يعني بس دينار واحد مال المبيد. أيوة. دينار واحد. يا هلا ومرحبا. بالعافيه عيوني. شكرا. يا الف هلا. هذا قاتل الحشرات. اقول لك محمد. شو هذا قاتل الحشرات؟ زياده للبق. اقول ليش؟ الغرفه انترست بق. هذا قشمرني. هذا يا بقاتل ومدمر جميع انواع الحشرات بضمنها البعوض والبق والذبان. قاتل جميع عيوني. اهلا هلا مرحبا. هلا اخويا. شلونك اخويا؟ اغاتي. لا لا طلع لا لا طلع حبيب. انت ذيك مرة بعت لي قاتل الحشرات. اشو قاتل الحشرات؟ طلع صديق الحشرات. العفو حبيب. شو حبيب؟ لم الحشرات هذا شو حبيب؟ طول بالك على خيك عظيمي. مو انت الله يسلمك اخذت المبيد ورحت يعني غير توقف تسألني عن طريقة الاستعمال شلون؟ هسا حسما لي هالاشكال اخويا. واحنا مري بتذي طايب وش اسمه. ايه؟ هذا ابتكار جديد البارح سويته. لا تقول لحد غير ذاك. غير ذاك. وهذا لتفت حذر بالبيت. شو هذا تشيز كبير هذا؟ مو طريقة الاستعمال موجودة. ابداع هذا يقتل حشرات. معود بعراني يقتل هذا. اي صدق. يا هلا مرحبا. شكرا. يا هلا اخويا. قاتل الحشرات. يقتل قاتل الحشرات الاكيد. هذا مفعول اكيد. صدق؟ ايه. دهد حالك شيء. دقيقة حبيبي دقيقة. ها شنو؟ شو مكتوب عليه رقم واحد؟ وهي خشبة رقم اثنين. وهي ورقة شنو؟ ها طريقة الاستعمال. إذا هذا الدبو مين؟ اقبض على البقاية بيدك ما بين الإصبع البنصر والخنصر. وضعها على الخشبة رقم واحد. طلع خشبة رقم واحد. هات هاي خشبة رقم واحد. ضع البقاية على خشبة رقم واحد. خلينا البقاية على خشبة رقم واحد. ثم جيب الخشبة رقم اثنين واضغط على البقاية ما بين الخشبة رقم واحد والخشبة رقم اثنين. لقد دمرتني. لابد أن نلتقي يا حياتي. إيه لابد أن نلتقي يا حياتي. فأنت في عمري قمر. فأنت الشمس وأنت الأمل وأنت الحب. لا أنت الأمل وأنت الحب. إيه أنت الحب وأنت الأمل. كل الدنيا ترى حبي وإخلاصي لك. هي. ها إيه هل يمكن أن نفترق؟ أنت السبب. لابد أن نلتقي حياتي. لابد أن نلتقي عمري. لابد أن نعيش. لابد. قل لي أنت متى خفايح جاي وجاي رايح؟
أمل، مو أنطوني دور بالتلفزيون، قالوا لي حفظي وباكر نختبرك مستقبلي. أمل هذا كافي مدمرة أعصابي، كافي اجزم. لابد أن ندخل. إيه راح نشتقي بس اجزم. تلزم النفاضة اتعلم من تريد تكر اسحاب. إيه؟ إلك شو لا ترميها هنا، لا ترميها بالقاع، ارميها بالنفاضة. مهما قالوا عنك عيني، مهما شافوا منك وقالوا إنك، ما قالوا عنك عيني، مهما شافوا منك وقالوا إنك نسيتني فايتني، نسيتني فايتني، أنا بحبك. يا حبيبي قربك حيرني، يا زماني 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 زماني. العفو أمر خدمة. ده شوفني مو ايه، ده شوفك قاطك حلو مبروك. ايه هاي كلها من النوش شمرتها من الشباك. هو هذا رسول تاكل تمر تشمر النوى من الشباك، وانا هالشكل على الشارع مالكم شلونه تمشي نفك. انا مو شغله نظف. لا شنو شغلك؟ تاكل تمر وتشمر النوى من الشباك، هو هذا الاصول. هسه شو تريد انت؟ ها فوق مراضي قول لي يعني شنو يعني شنو؟ بس مو مشكله شمر النوى، مو مشكله يعني. العفو شو مو مشكله، مو شارع توسخ يعني. اريدك تفصل لي اياها بدله شتويه محترمه. ترى ذوقك جدا رفيع. انت اذوق بس استعجل مستعجل، بعدنا بالصيف. مو مشكله هسه احنا بالصيف، يجي الشتاء البسها بالشتاء. والله مخطط نفسك خوش تخطيط. تشكر ابو ايمان. هسه شو وقت اجيك حبيب؟ ها هسه احنا بالتاسع مو شيء. نعم الشهر الجاي بالعاشر تجي تلقي البدله كامله وتدلل. تسلم يا ورده. لو مرحبا. ودعناك حبيبي. مع السلامه. مرحبا. ابو ايمان انا جيتك بالعاشر مثل ما وعدتني، ما ادري البدله خلصت ان شاء الله. تدري شغل هوايه وتاخرت، يعني حتى البدله اخرتها، فتجيني الشهر الاخ تلقيها حاضره ببطن عيوني. اكيد طبعا. اودعناك. هلا ومرحبا. اهلا ومرحبا يا ميت. اهلا وسهلا ابو ايمان. دخيل عمرك ورحمه على ابيك. هسه احنا بشهر الرابع مو الشتاء خلص، البدله شو وقت ادشنها يابا؟ ترى شغل هواية وما اقدر احك راسي، يعني حقك علي. هسه شلون؟ هسه حكايه بالعدله غير. ايه تجي شهر الاخ تلقي البدله حاضره ومن عيوني. هم شهر الاخ في مال الله. في مال الله. يا مرحبا. الله يساعدك ابو ايمان. اهلا ومرحبا ابو ايمان. يا اهلا دخيلك. من الشتاء لهسه ايش بدك تفصل الحاف؟ رحمه لوالدك. اعطيني القطعه بد واروح لك. علي يصير عصبي؟ ما يصير هالشكل هسه، مو انا صديقك واسوي بيها هالشكل. خلصت البدله. لا تشاق بدو ابو ايمان. لا اقول لك وين مو شايف الف خير. لا هاي البدله يا يابا. رحم الله والديك اخوي. والديك ليش ابو ايمان؟ اجيب لك قطعه بالشتا تسلمنيها بالصيف، بس اصريت لازم ادشنها والبسها حتى بالصيف. بس ابو ايمان الحركه تني، خل اقوم اخذ دوش. هسه انا سويت الجو شتا ودشنتها للبدله، شكرا ابو ايمان.
أقرأ جغرافيا. أخذي راحتك أمل. يخبل. شنو اللي يخبل أمل؟ هيك درس الجغرافيا. صار لهم شهرين من قعده بمحلتنا، دمرها لعصابي، تلفها صحتي. يا ليل يا ليل يا ليل. الله الله الله، من الأول رجاء. ألف شكر. العفو، صوتك يخفض. شكرا إليك. أقول تعرف جبر زين؟ يا جبر هذا؟ لا مو قصدي جبر، قصدي رياضيات جبرية. أي أنا بالرياضيات كل زين. عندي سؤال محيرني. تفضلي سألي. أنت حتعرف أمتى؟ شلون؟ قصدي شو وقت راح تعرف؟ إيش أعرف؟ السؤال. لا سؤال. اللي أريد أسأله. تفضلي سألي قولي. أني بالنسبة إلك شنو؟ ما تعرفتهم شنو يعني؟ أقصد أني بالنسبة للسؤال الجبري مدوخني. تصور سين تحب الصاد. وش وقت راح يتزوجون؟ كيفك؟ فعلا دمج خفيف. إيش قلت يعني؟ لا صدق شنو هو السؤال شنو هو؟ سين ما تساوي صاد، وصاد لازم يحس بسين. سين ترى هي السؤال ممر علي. ايه نانا المصيبة. ولوش مصيبة؟ لانه ممر عليك السؤال. وهسه شلون يعني؟ امل امل. ايه هسه هذا وقتك؟ اقول لك هذا مو صوت اختك؟ ايه اختي شو اسوي لها؟ امل دي قول لي هسه شلون؟ دي روحي لا تجي وتشوفنا. ايه شو اسوي لها؟ قول لي شلون؟ بالحقيقة انا عندي موضوع ارتبوله من زمان. إيه إيه موضوع بان 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 شنو؟ الموضوع بس هو شنو؟ بس شنو ارتبول يعني؟ ايه شنو؟ امل هذا وصلتي؟ بس خام اختي اقول لك اين تقع اوروبا؟ في استراليا، كل الجو في استراليا، مثله في استراليا. متى تسمعيني صالي تعطيني نصيحة عليك؟ هيتي متى تشوفيني؟ دا اقرا؟ ها شنو؟ ها شبيك انتي؟ انتي ليش ما تخليني اقرا؟ ابوي اجى من المحل ويريد الجوة. يلا ليش ابوي جوا؟ اي جوا. دمشي عاد امشي. يلا امشي ننزل. يلا امشي. حقابلو بكرة ترم وبادي بكرة. ها وين جبتي بنتي؟ حقابلو يا مصخام. يابا هاي انت هنا؟ يابا كنت فوق السطح داخل لان باكر عندي امتحان. قول يابا امر شو تريد؟ وانت سوي لي شاي. ليش يا الاخت ما تعرف تسوي شاي؟ بنتي ولو تزعل اختك علي ما تعرف تسوي شاي مثلك. سوك شاي. شلون؟ لا يابا اقول هسه وقت الشاي لان الدنيا عصر مو تدلل يابا. فوتي يلا فوتي. صارت بالخمسة وعشرة وحضرتها ما اجت. هسه الا شيل عيني فادي مو موعدنا بالخمسة هنا. هلو. هلو. اقول لك ترى بصراحة انا بعد ما اتحمل. تتحمل شنو؟ انا قررت وانتهيت. اش قررت؟ قررت اجي انا واهلي باجي. وين؟ عندكم. عندنا؟ وش تسوون انت واهلك؟ حتى انفاتح ابوك بالموضوع. صدق؟ اي كافي محمد، فضحة ترى طالت. يا هلا ويا مرحبا بيكو. اهلا بيك يا اهلا وسهلا. الحقيقة احنا جينا انا واخويا مجدي. اشكرك حمدي. العفو مجدي. وابني محمد فد موضوع صغير بدنا مساعدتك فيه. دلل ابو محمد. العفو اذا يسمح لي اخويا حمدي. تفضل مجدي. اشكرك حمدي. العفو مجدي. احنا سألنا عليكم هواية والكل يمدحون بيكم بدون مجاملة. صحيح. بارك الله بكم. هذا طبعا فالشرف عظيم انه. اذا اسمح لي بابا حمدي. انت تسكت ابني. ليه جايبين عمك مجدي؟ شكرك حمدي. الحقيقة احنا جينا على مود نخطب ايد بنتك الابن محمد. ها شنو؟ يا باي القهوة. جيبي. العفو تفضلوا. عفو. بنتي اختي الصينية. بنتي
أخذ الصينية. مرخصتكم. مالي تفضل تفضل. بنتي الناس الطيبين مجدي وحمدي جايين يخطبوك لابنهم محمد. بس قلتي عمي عمي اسمح لي انا اريد اتزوج بنتك ليش مو هاي.